وير وير اخود وير شنو اللي وير؟ ناري ناري كل شيء مدارت كل شيء مدارت قلت ناري ناري كل شيء مدارت يا رب السلام يا رب السلام فايتين I love it I've seen 3 fights in 10 minutes قال لك شافت ثلاثة مدارباش في 10 دقائق زين عبد الرحمن اسمي شو؟ عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحيم لاحظتك لاحظتك السلام عليكم خوتي خوتاتي مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا قبل ما نبداو الفيديو كاين واحد البرومو كود دابا حاليا الاصدقاء ديال طبطب سند الناس اللي كانوا صيفطوا شحال هذا بهذا الكود هذا ديال باريك 1 2 3 كيف كنعرفوا عندهم الحق يستعملوا غير مره واحده هذا الكود ودابا جبت لكم واحد كود اخر الاصدقاء اللي هو هذا دابا كيبان لكم باريك رمضان تقدروا ديروا هاد جوج كودات هادو يا باريك 1 2 3 كاول مره باغي تستعملوا واللي ديجا مستعمل هذا الكود يدير عاوتاني هذا الكود اللي هو باريك رمضان اللي كيبان لكم دابا على الشاشه او لاول مره باغي تستعملهم بجوج غادي تكتبهم بجوجهم هاد الكودات غادي يعطيكم جوج المرات 5 اورو او لا 5 باوند او لا 5 دولار فابور تاخذوها ان شاء الله هاد الكود هذا الاصدقاء ديال باريك رمضان راه صالح غير بمناسبه رمضان من بعد رمضان راه غادي يوفى هاد الكود هذا واللي غادي يبقى هو باريك 1 2 3 حاليا الا بغيتوا تستغلوا هاد الفرصه هذه وتاخذوا 5 اورو زائد 5 اورو اخرى اللي هي 10 اورو تاخذوا ان شاء الله بغيت المعلومات نكملوها دابا ان شاء الله دابا غادي نشرح شنو هي لابليكاسيون هذه ان شاء الله ولكن قبل بغيت نقول لكم بان دابا حاليا راه زاد دوله البرتغال يلاه تزاد جديده وعما قريب غادي يزاد دول اخرين ان شاء الله المهم الناس اللي مقيمين في هاد البلدان هادو هما اللي عندهم الحق يصيفطوا فلوس للمغرب وكيف قلت لكم فابور ما تخلصوا عليهم حتى شي حاجه وحتى الصرف ما كيقطعوا لكم منه والو زائد عندي لكم واحد الحاجه وهو كود برومو اللي هو باريك 1 2 3 الا حطيتوا هذا الكود هذا في البلاصه هذه كتزاد لكم 5 اورو فوق هذاك الفلوس اللي صيفطتوا لهذاك الشخص في المغرب صيفطتي 5000 درهم كدير هذا الكود برومو كتزاد لك 5 اورو فوق هذاك 5000 درهم يعني كتاخذ 5 اورو فابور كتزاد لكم الاصدقاء وطريقه الارسال الاصدقاء سهله بزاف بزاف اللي كتحتاج منكم وهي جوج الحوايج السميه والكنيه الحقيقيه ديال هذاك الشخص اللي كاين في المغرب زائد نمره التليفون ديال هذاك الشخص اللي كاين في المغرب اللي باغي نصيفطوا ليه فلوس فين كيستلم هذه الفلوس هذو كيمشي وكاله كاش بليس عقلوا الاصدقاء كاش بليس وكيدي معاه غير البطاقه الوطنيه ديالو وكيستلم الفلوس ديالو في البلاصه غير باش نذكركم الاصدقاء وهو الكود برومو باريك 1 2 3 الا درتو هاد الكود هذا راه كتزادكم 5 اورو فوق هذاك الفلوس اللي مصيفطين لهذاك السيد بغيتوا اي معلومه الاصدقاء راه غادي تلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف تما غادي تلقاو لابليكاسيون وتيليشارجيوها من تما وامنه بزاف بزاف هادشي اللي كاين الاصدقاء نكمل الفيديو ديالنا نعاود ثاني لاباس لاباس كلشي مزيان لاباس لويس ناري ناري كلشي مدار كلشي مدار قالت لك ناري ناري كلشي مدار فريس فريس قالت لك فريس ولكن شنو هادشي يا لويس يا ربي السلام يا ربي السلام يا راه الخوت راه كحت الكحت هنايا وحق الله كي جاك لويس هادشي واعر 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 اخوت واعر شنو اللي واعر؟ مسيرة تأثيرة واعرة كلشي رخاص كلشي رخاص اه علاش؟ كما تشري تفاو اه زوين اه فرحانة دابا اه نشوف طاف نشوف طاف اه نشوف فطرة الخوت اه أميرة طلعنا دابا للسطح الأصدقاء والله تا عرفتي أول مرة دابا غادي ندخل المسيرة الوسط ديال السوق ديال المسيرة أول مرة غادي ندخلها ليه لحقاش هاد الأمور زوين هي من شحال هادي لاصقاني عليهم وقلت صافي ما فيها باس جات الفرصة دابا قلت اللهم صافي نوريها كلشي هي يعني اصلا ديجا مورينا شحال من حاجه كلشي ولكن انا كنقول لا هاد القنات هادو شويه ما غاديش يعجبوها ولا يخلعوها ولا شي حاجه الساعه اشنو طرا طرا العكس الخوت اشنو طرا لويس عجباتك زوين شنو اللي زوين تما كلشي مسيره زوين مسيره دابا فرحانه مشيتي لها اول مره
Yeah, it was nice. You're going to take me there again tomorrow. قلت لي يديني ليها عاوتاني غدا. Yeah, I don't know why you were scared to show me these places. قلت لي ما كنت خايف نقولها. It's not bombing at all. قلت لك راه لا عادي، راه ما كيبرصطوها ما والو بحال الله يسهل. I love it. I've seen 3 fights in 10 minutes. قلت لك شافت ثلاثة المضاربات في 10 دقائق. زوين. وقالت لي خليني نشوف خليني نشوف، قلت لها انت تحركي، قلت لها لا خليني نشوف. اشنو كيقول بنادم شنو كيقول لك يعيط؟ Oh, and they motorbikes. The motorbikes just stop in the middle of the road. What Abdurrahman? What? Asmi Jo. Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahim. Abdurrahim. And they go, laughed. And they keep going. Oh, other people who were screaming and shouting what they said. Loads of different stuff. Oh, Abdurrahim. Well, it's Muhammad. It's Muhammad. Loads. And they're all like this. ولكن ماشي عبد الرحمن، عبد الرحيم سايش؟ عبد الرحيم. ها؟ عبد الرحيم. صافي شوف شي عاوتاني تما عاوتاني نمشيو. تمورا. تمورا نمشيو. صافي اشنو نشريو؟ لامان، نو مالان. مالان؟ نو. البطيخ ولا السويله؟ هذا. وحده فيهم. اميره. قالت لك اميره. كشي اقول لماذا سياستي. ولكن قولي لهم على الناس اللي كيبيعوا في الارض، هذاك الشيء حاطينه في الارض. Like a carpet sale. شنو كيبيعوا؟ والو. قلت لك كيبيعوا حاطين داك الشيء وكيبيعوا والو. لحقاش الخوت راه قلت لكم داك النهار حاطين شي حاجه ما نحتاجهاش في هذه الدنيا كاع. يا ربي اسمح لينا والله. سول لويز على واحد البلان نيت. كي جاك المغرب لويز باش مشي كل شيء. وكشي شي احياء شعبيه بغيت نسولها الاصدقاء. That you've seen everything. لا مسيرة وكل شيء. مسيرة يلا. لان حي شعبي اصدقاء حي شعبي الطح اش كيف جات؟ been nice people, nicest people I've met. قالت لك احسن ناس شافتهم اللي تلاقاتهم في حياتهم. Like some of them they haven't got a lot, you know. Yeah. And they're so happy, you know what I mean? Yeah. And some people obviously like, at home, they've got everything and they're not happy. قالت لك شافت ان كاين هنايا ناس راك كتشوف انهم ماشي وحدين مساكن ما عندهمش يعني ماشي ما بحالهمش ولكن على قد الحال ولكن فرحانين. قالت لك كتشوف الناس راه فرحانين في احياء شعبيه في الدار. قالت لك وكيعطوك هذاك الشيء اللي عندهم في الدار كيملكوا كيعطوه يعني في الماكله هذاك الشيء قسم الله وهذا معروف الاصدقاء. هي الصراحه راه في المغرب كامل ولكن غالبا كتكون في احياء شعبيه والناس اللي مساكن ما عندهم بحالنا بحالهم بحال الطبقه ديالنا الاصدقاء. كيبان لك طبقه عاديه حي شعبي كيجي عندك البراني كتكرمو بشي حاجه اللي واخا انت ما عندكش كتعطيه هذاك الشيء اللي عندك في دارك تجدو. هذا الشيء دابا شافك قالت لك انهم فرحانين والناس اللي قالت لك لاباس عليهم كتلقاهم ما فرحانينش ولي فيهم الجوع والنوع. الله يسركم عارفين هاد الامور الاصدقاء. هذه شهاده ديالها شهاده على ان المغاربه بانهم مضيافين الاصدقاء. You know when we were in الصحيرات. نعم في الصحيرات. This old man used to sell strawberries and it's like the road every day to me. Yeah. And as soon as he seen us and he knew I was pregnant and I liked strawberries, he'd give me extra. قالت لك كنا في الصخيرات كنا جلسنا تقريبا شي سيمانه تما وكنا كندوزو على واحد مول الفريز مسكين واحد راه شيباني مسكين الله يطول ليه في عمره مسكين في هذا النهار هذا. ملي كان عرف انها حامله هذه الايام اللي كانت حامله الفتره اللي كانت حامله كان كيشوفها ملي كتشرب عند الفريز هي كانت تتوحى مع الفريز الوحى مع الاصدقاء راه كاين راه واخا الكوار ولا ما عرفت شنو كنقولوا حنا فينا العرب راه الكوار عندها من الوحى مع الاصدقاء كانت تتوحى مع الفريز بالشوكولاته كتاكل بالشوكولاته. وتخيل معايا ملي كان كيشوفها كتجي كيعبر كيلو وكيهز كومشه كبيره كتقلتها واحد النهار شحال بواحد الفيديو كيهز كومشه كبيره وكيعاود يحطها كنبغي نخلط في اليوم والله ما تعطيني انا بغا نطاش واحد النهار عاد كان كيقول لي بحال هكا مراكش واز مراكش ولا شي واز مراكش ذا كوكونات نو مراكش ذا كوكونات يا اند اي سيد ايد لايك كوز اي اونلي جاست كم هير دينت اي اند اي سيد سوري اي سيد اي وونت تراي انا نعاودكم مع الاصدقاء القصه هذه واحد النهار يلا اول مره جات قلت لكم شحال هذه اول مره جات المغرب يلا 4 years ago now تقريبا شي 3 ايام باش جات كنا طلعنا لمراكش وديك الساعه يلا في الفتره ديال الوحم ديالها وشافت واحد السيده مسكينه كتبيع هذاك الحلوه ديال الكوك اللي عرفتهم ديال الدرهم واحد اللاطه مسكينه وحاطها في لويز عجباتها شافتها عجباتها بغاتها وخرجات من هذيك الكلمه ديال كتوحى مسكينه على هذا الشيء هذا ما قلتها لها مسكينه وهي تحس جوج وعطاتهم لينا واحد المره قالت لي ما تخلصنيش حتى هي وشافت هكاك يعني لويز شافت القضيه ديال خلاتها تسلم بزاف ان يعني تحمس على الاسلام قلت لها راه الدين ديالنا كيوصينا على المراه الحامله وعلى النساء كاملين بطبيعه الحال ولكن المراه الحامله كيوصينا عليها بزاف لحقاش كنعرفوا القيمه ديالها وكنعرفوا شنو مسكينه باش كتحس لهذا قالت لي والله ما تخلصني هي مسكينه كتبان لك مسكينه بوفريه وكتحاول تقاتل مع الزمان
يعني واللي عطيتي لا تقدر تطمع فيه. ومع ذلك ما بغاش، قالت لك لا انا بغيت الاجر وعطاتنا مسكينه هذاك الشيء. قالت لها سير ديها والله يفك وحيله على خير وبخير. ايوا هادشي اللي كان الاصدقاء، الحمد لله على كل حال. ياك لويس شي كلمه، شي كلمه للمغاربه ها، شي كلمه، شي كلمه ليهم. سي سمثينغ، انا عجبتك المغرب، عجبتك المغرب، هي عجبتني المغرب. اسمع هذه ثلاثة عام ما جيت المغرب. شكرا. انا عجبتك حلفيتك، عجبتك اقسم بالله، اقسم بالله صورنا. قلت لكم ما تكذبش. هذا الشيء اللي كاين الاصدقاء، شكرا لكم بزاف، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. بسلامه، مع السلامه.